بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بدايةً أول ما قال لي أحمد مدن عن الكلمة قلت لي مو أنا الشخص المناسب، لأن أساساً دراسة الجامعية ما كانت هني، فأنا كنت وأنا أدرس في الجامعة كنت برا البحرين، بس بحكم أنه صار لي أزم من 15 سنة في النابولي فمعظم حياتي الدراسية كانت هني، فيحق لي أتكلم من واقع. أنا أقول لك دفعت الاشتراك تجربة من واقع تجربة. فسؤال المطروح، ينفع الواحد يدرس وينجح ويتفوق ويلعب في نفس الوقت؟ والجواب أكيد إيه، والأمثلة واجد والنماذج كثيرة. أنا عندي عدة نقاط أشوف واجد مفيدة، هو السؤال شلون الواحد يوفق من الاثنين. أنا عندي عدة نقاط أشوف أنها واجد مفيدة وممكن تساعد. أول شيء استغلال الوقت، خاصة في ذا الزمن اللي الحصول فيه على المعلومة صار كلش سهل وسريع، يعني في نت، في لابتوبات، في تلفونات، في جروبات واتساب فيها مدرسين وطلاب، الطالب لا توهق في شيء أكو يسأل المدرس ماله والمدرس يجاوب على طول، فتقدر تحصل على المعلومة بسهولة وبسرعة، معناته عندك وقت واجد لازم تستغله صح. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية وهي أهم شيء بالنسبة لي، ترتيب الأولويات. في كل مرحلة من مراحل الحياة في مهم وفي أهم، في أولوية. مرحلة الأولوية فيها اللعب، مرحلة الدراسة فيها أولوية، مرحلة الأهل والعائلة فيها أولوية. فأنت كطالب جامعي أو كطالب في الثانوي 100% أولويتك الدراسة، يعني المفروض كل حياتك أو خلنا نقول يعني 95-90% من حياتك تتمحور إن شلون أنجح، شلون أدرس، شلون أعدي هذه المرحلة بنجاح، شلون أحقق الهدف مال دي المرحلة اللي أنا فيها. فولا شيء المفروض يشغلك عند الهدف. أتذكر أيام ما كنا في الأردن كنا ساكنين ثلاثة شقة، أنا وأخوي وولد خالي. فولد خالي كان يدرس محاسبة جامعة هرار، فعنده وقت واجد، أشوف 24 ساعة مقابل بلاي ستيشن، عنده فريق مسوي له ويلعب دوري ومسوي له ما أدري وش نتورك أونلاين، ف 24 ساعة مشغول وجونا ساعات ناس، فيصير فوضى المكان وإحنا شقة صغيرة والحجر مفتوح على بعض، فينسمع كل شيء، ما ينفع، مو جو مناسب حق دراسة. فقلت لهم جماعة كذي ما يصير، إن احنا جايين هني دراسة. فقمت اشيل عنهم الجيرات واقفل الباب والصق لهم منسقات ان يا جماعة لا تجون، وكنت اسوي كل شيء لان انا في النهاية متغرب وبيتنا دافعين دم قلبهم عشان في النهاية انجز اسوي شيء، مو ان اضرب مشوار واتعب واتعير، مو اضرب مشوار واتعب وابذل جهد واخسر بيتنا واخر شيء كله يروح على الفاضي. فكان عندي هدف واضح احقق هدفي، صار عندي وقت، صار عندي مجال، صار عندي بيزات اسوي اي شيء ثاني يصير بدي في الحزة. ما احنا مو كنا 5 سنوات او 6 سنوات بس دراسة، لا كنا ندرس وكنا نلعب وكنا نطلع وكنا الهيت وكنا نسوي كل شيء، بس في عندي اولوية وفي عندي هدف احقق الهدف مالي واقدر اسوي كل شيء ثاني. دي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة تضحيات. انت حاط لك هدف لازم بتضحي علشان، يعني ما يصير واحد يجي يقول انا ابى انجح واتفوق وفي نفس الوقت بطالع كل المباريات وبلعب كل المباريات وبهيت كل ليله وبطلع كل ليله، لا، خاصه الناس اللي دراستها او تخصصاتها تحتاج حفظ واجد او دراسه واجد، بتشوفها في مرحله من المراحل يضحي بواجد من وقته، من متعته، من مشاركته في المناسبات الاجتماعيه، من حتى صحته ونومه. ده لازم، انت اذا حاط لك هدف تبى توصل له لازم تضحي علشانه، ما ينفع انك تسوي كل شيء بطريقه لا تباها وتحقق الهدف مالك. اوكي تسوي كل شيء بس بنسب اقل، يعني تلعب اوكي بتلعب، بدل ما تلعب 7 ايام في الاسبوع تلعب يومين، تلعب 3 ايام ما في مشكله، بس عندك هدف في دي المرحله خلاص، انت مرحله اللعب خلصتها،
دي المرحله عندك شيء اهم، عندك هدف واضح، دراسه، كل شيء علشان المفروض يهون. الشغله الرابعه حوافز عقوبات. فتره الثانوي كنت اتذكر ان اخلي لي الفكره ان مثلا اذا انجزت 30 او 40 صفحه بروح النابولي، اذا ما انجزت ما في نابولي وما في طلعه يوم ثاني، فتشوفني اكرف وانجز وبسرعه بسرعه عشان نروح نابولي. مرات عشان اكسر روحي بزياده صرت احلف انه والله العظيم اذا ما خلصت 40 صفحه ما نطب بالنابولي ولا انا رايح. فهذا الشيء واجد يساعد. شغله خامسه، اتذكر كان في قانون في نابولي ما ادري الحين موجود او لا، ان حزه الامتحانات اللي عليها امتحانات ما في طبون الملعب، ممنوع، موجود؟ وده شيء غلط، ما يصير حزه الدراسه خاصه الناس اللي تدرس واجد وتكرف واجد تحتاج الى فتره نقاهه وفتره راحه، تحتاج على الاقل نص ساعه يقول لك من النشاط الرياضي عشان تغير نفسيتك وعشان تبث في روحك طاقه انك تواصل. فانت لا تتوقع انك اذا وقفت عن اللعب عشان يدرس بيروح يدرس، اذا هو ما يبى يدرس ما بيدرس، بيروح يشوف له اي شيء ثاني بيشغل روحه. شغله اخيره خاصه في ذا الزمن، تلفون واجد واجد لحي، فاللي بيدرس يا يقط التلفون بعيد يا يسوي سايلنت يا يبنده، يا ان اسهل شيء سيستم الحلف تسويه ان والله العظيم وانا مجود التلفون اللي عقب نص ساعه او ساعه عقب ما اخلص المحاضره. وده شيء واجد ينفع عن تجربه، لان من غير شيء بتشوف كل روح كل خمس دقائق اللي قلت لك جود التلفون وتحاول فيه، فيا ان تبنده يا ان تحلف انك ما بتجود الا اذا خلصت وانجزت. وانا ما كان عندي شيء بهر بس احمد قال لي هر، ف هلا طلع وياي موفقين ويعطيكم العافيه. شكرا.